بدأت المؤسسة بفكرة والجائزة بإعلان فجائي أسعدني. للمؤسسة نظام مبتكر وجديد، وللجائزة نظام، ونظام فريد وعمل سديد. للنجاح رجال يذكرون فيشكرون، وللنتائج أساليب، وللنجاح ترحيب. ونحن نريد أن تكون هذه المملكة الآن وبعد 50 سنة من الآن إن شاء الله مصدر إشعاع للإنسانية والسلام، يسكنها شعب مؤمن بالله يحتفظ بتقاليده المنبثقة عن تعاليم الإسلام والأخلاق العربية الأصيلة، ويبني البلاد على أسس راسخة من الإيمان والأخذ بالعلوم الحديثة الحضارية النافعة والتفوق في الصناعة والتكنولوجيا بعون من الله ومشيئته إن شاء الله. بعد استشهاد الملك فيصل يرحمه الله، اجتمع أبناء الملك فيصل وتداولوا الأمر في ماذا يفعلون من إجراء أو مشروع أو فكرة لتخليد اسم ذلك الرجل. جائزة الملك فيصل من أهم الجوائز المعروفة على المستوى العالمي في العصر الحديث، ولعلنا نشير إلى أن بدايتها كانت تتركز على جائزة الدراسات الإسلامية وجائزة خدمة الإسلام وجائزة اللغة العربية، وعندما خطت وأسست فرعين جديدين هما فرع جائزة الطب وجائزة العلوم، نستطيع القول أنها تحولت إلى العالمية بشكل كامل. فاليوم أكملت هذه الجائزة عامها 40، هي جائزة في تمام نضجها ممثلة للأمة العربية والأمة الإسلامية من دياحها على القارات كلها، مما يدل على عالميتها ويدل على الإقبال عليها ويدل على أنها تمثل المسلمين في هذا العصر. شعرت بحميمية في هذه الجائزة بين هذه الثقافات، تفتح حقولا جديدة بحثا دائما عن الجدة والجودة والتميز. كون هذه الجائزة أصبحت عالمية ليسمع العالم أن هناك أيضا تحفيز للعلم والمعرفة من البلاد الإسلامية، فقيل من بعض الصحف إن لم يكن لنا نوبل فيزيد فيصلنا. جائزة إسلامية ولكنها جائزة إنسانية وجائزة عالمية. أعتقد إدارة الجائزة ومؤسسة الملك فيصل خيرية مرتاحة لما وصلت إليه الجائزة حتى الآن، ولكن بطبيعة الحال نطمح إن شاء الله أنه في السنوات القادمة سيتم التعريف بها بشكل أوسع، لأن الهدف منها هو في الواقع زيادة نوعية العطاء الفكري في المجالات المختلفة التي تسعى إليها، ورفع أيضا نوعية هذه العطاء. مؤسسة الملك فيصل الخيرية الذي تبناها أبناء البررة كان لها مفعول جيد إكمالا لما قام به رحمة الله عليه الملك فيصل من خدمة الإسلام والمسلمين. تميزت جائزة الملك فيصل بالحيادية، إذ أنها محايدة تماما ليست سياسية، أما هذه الجائزة فيشهد لها القاصي قبل الداني بحيادية هذه المؤسسة. واسمحوا لي بهذه المناسبة الجميلة والمهمة الحقيقة أن أشيد بهؤلاء النخبة الذين عملوا معنا في الجائزة وفي المؤسسة، واسمحوا لي كذلك أن أذكر بالاسم أمناء جائزة الملك فيصل، الدكتور أحمد الضبيب والدكتور عبد الله العثيمين يرحمه الله، والدكتور عبد العزيز السبيل الأمين الحالي للجائزة. هؤلاء الثلاثة الذين قدموا كل ما يملكونه من قدرة ومن فكر
ومن علم ومن تخصص ومن جهد في سبيل إنجاح هذه الجائزة، وعلى رأسهم سمو الأمير بندر بن سعود بن خالد الذي عمل منذ وقت مبكر في هذه المؤسسة حتى هذا اليوم بكل أمانة وكل إخلاص لتصل إلى ما وصلت إليه في هذا اليوم. فهنيئاً لهم، وهنيئاً للمؤسسة، وهنيئاً للجائزة، وهنيئاً للمملكة العربية السعودية. مؤسسة وجائزة وعقول وسواعد سعودية، عملها كبير وإنتاجها عظيم، هنيئاً لنا بهم في تحقيق أمان الفيصل الشهيد.